قضية اليوم من أبشع القضايا اللي ممكن تمر عليك في حياتك، وللأسف رغم أنها حصلت من كم سنة إلا أنه كل بيت عراقي يتذكر هذه الحادثة ويتذكر هذه الجريمة كأنها حصلت أمس أو اليوم من بشاعة تفاصيلها. وهدفي من حلقة اليوم أنك تتأكد يا عزيزي المشاهد أنه في شياطين بشرية وأنفس مريضة عايشة بيننا. وللتحذير يا جماعة الخير، ترى تفاصيل حلقة اليوم تفاصيل بشعة لأنها كانت من أبشع المجازر العربية في التاريخ. إذا في أطفال حولك فالأفضل أنه ما يشوفوا هذا المقطع، لأن التفاصيل اللي حذكرها شوية قاسية. فما طول عليكم في المقدمة، نقول بسم الله نبدأ الهرجة. بدأت القصة في عام 2006 في العراق، وبالتحديد في العاصمة بغداد. عائلة عراقية، كانت الأجواء عند هذه العائلة كلها فرح وبهجة وسرور لأنه ولدهم بيصير عريس. فجاء الأب قال لولده: استعد، ترى اليوم بنروح لعروستك ونزفكم. وبالفعل العريس تجهز وركب سيارته مع أهله وعمامه وعشيرته وأصحابه والأهل كلهم والأطفال، رايحين مع العريس بموكب كامل من السيارات لين ما يوصلوا لين بيت العروسة اللي كان في مدينة ثانية بعيدة عن بغداد. فلكم أن تتخيلوا هذه المجموعة الكبيرة، العائلة اللي طالعين مع العريس عشان يروحوا يزفوا العروسة. كان عدد السيارات الموجودة أكثر من 10 سيارات، وفيها أكثر من 70 شخص ما بين رجل وطفل وامرأة. سيارة العريس كانت من نوع BMW. طبعا هذه العادات موجودة في بعض الدول في التعبير عن الفرح في الزواجات، إنه الكل يروح كده مع العريس، يروحوا لين بيت العروسة يأخذوا العروسة ويرجعوها لبيت العريس. المهم راحوا كلهم وعدوا حدود مدينة بغداد لين ما وصلوا للمدينة الثانية ووصلوا لبيت العروسة، والناس كانت تبارك لهم ويدقدقوا بواري ومسوين موكب والكل مبسوط. لين ما وصلوا لبيت العروسة طلعت لهم وركبت مع زوجها في السيارة، ومن هذه اللحظة العريس والعروسة مع الموكب اللي جاء معاهم لازم انهم يرجعوا لبيت العريس. فعلا هذا اللي صار، مشوا من بيت العروسة واصلوا طريقهم إلى ما وصل منطقة اسمها الدجيل أو الدجيل. وبالفعل لما وصلوا هذه المنطقة لاحظ العريس شيء غريب، وقف فجأة، وبالتالي الموقف كل اللي معاه وقفوا، أكثر من 10 سيارات كلهم مستغربين إيش في إيش الهرجة. نزل العريس من سيارته ونزلوا أهله كلهم معه، لاحظوا إنه في قدامهم كده تجمع غريب في المنطقة، يعني الطريق مقطوع. فالعريس راح لواحد من الموجودين في التجمع سأله قال له إيش في إيش صار إيش بكم متجمهرين إيش الهرجة. فقال له الرجال: المنطقة هذه منقطعة تماما وفي إشاعات كثيرة تقول إنها خطيرة وما كنا مصدقين أصلا إلى ما لقينا بنفسنا علبة ناسفة والغام زارعينها الجيش الامريكي في هذا المكان. يعني ما يقدر يعدي هذا الموكب او هذول الناس من هذه النقطة لانه قدامهم في الغام وفي عبوات ناسفة. فرجع العريس لاهله وقال لهم: اسمعوا يا جماعة الخير، لازم نغير الطريق وما نخاطر لان المكان قدام مفخخ. بالفعل الموكب كله هذا اللي جاء مع العريس غير طريقه وراح لمنطقة التاجي في قرية الفلاحات اللي كان هذا الطريق بين الموصل والعاصمة بغداد. وقت ما هم كانوا ماشيين لقوا قدامهم نقطة تفتيش عسكرية في عساكر كلهم مدججين بالسلاح، اشروا للعريس كذا قالوا: انزل انزل انت اللي معاك. وقفوهم كلهم نزلوهم، وقفوا نزلوا الناس مدنيين ما عندهم شيء وجايين من عرس يعني ورايحين لبيوتهم. بقول لهم واحد من هذول العساكر: يلا كلكم طلعوا بطاقات هوياتكم. بالفعل طلعوا هوياتهم وجلس يقرا بطاقه ورا الثانيه وهويه ورا الثانيه. شويه بعدين هو كذا يقلب في البطاقه قال لهم: اسمعوا ترى ما ينفع تمروا من هذه النقطه، اذا تبغوا تروحوا لبغداد انا بساعدكم لوجه الله، بركب معاكم واحده من السيارات عشان اقودكم لشارع ثاني فرعي وما تواجهوا فيه نقاط تفتيش عسكريه، لانه انتم لو مشيتوا من هذا الطريق بتقابلكم نقطه ورا نقطه ورا نقطه وحتتعطلوا. وفعلا معهم اول سياره وراحوا معاه ووصلهم لمكان نائي ما في الا مسجد فقط. بس الغريب انه في هذاك المكان كان في مجموعه مسلحين وكثيرين جدا وكلهم بزي عسكري، وكل هذول المسلحين جايين للسيارات جايين ناحيه العريس واهله وبشكل غريب، وكل واحد فيهم صوب سلاحه كذا على جهه السواق ويهدد: اطلع انت واللي معك برا السياره بسرعه او بندفنكم كلكم في مكان السيارات. طبعا استغربوا العريس من اللي قاعد يصير، نزلوا من السيارات الرجال والحريم والاطفال ما هم مستوعبين اللي قاعد يصير. طبعا ما حد يلومهم، تخيل انت رايح للزواج بشكل طبيعي جدا تلقى عسكري قدامك يسحب سيارة وينزلك انت واهلك ويهددك بالسلاح وانت ما تدري ايش الهرجه وايش السبب ومعاك حريم واطفال وكبار وصغار. فهنا ما قدروا يسووا شيء لان عدد هذول كمان العساكر المسلحين كثير جدا ومدججين بالاسلحه، فاستسلموا لهم وراحوا معاهم. الا فجاه يقطع واحد من العساكر هذول الصمت ويقول للجنود اللي معاه: قسموهم لمجموعات، الرجال لحال والحريم لحال والاطفال لحال. بالفعل جمعوا الرجال كلهم في مكان والحريم كلهم في مكان والاطفال كلهم في مكان ثالث، وفرقوا الاطفال كلهم كبير وصغير عن حضن امهاتهم وابائهم بالغصب وغصبا عنهم، قسموا المجموعات لحالهم. صوت الأطفال ترفع بالبكاء، موضوع ما هو طبيعي خصوصا أن الفترة هذه كانت فترة حرب، والحريم بدأوا يبكوا ويصارخوا وش الهرجة، نبغى أطفالنا نبغى أزواجنا. وهذول المسلحين أخذوا منهم أطفالهم وأخذوا منهم رجالهم. بعد هذول المسلحين أخذوا مجموعة من الرجال وربطوا أياديهم ورجولهم
وغطوا عيونهم، وكان العساكر يقولوا إذا بتحاولوا أنكم تهربوا بيكون آخر يوم في حياتكم، فلا تسووا نفسكم أذكياء معانا وسايرونا وامشوا معانا باللي نبغاه عشان تعيشوا. بالفعل الرجال كلهم كانوا مستسلمين، وأخذوا مجموعة الشباب هذول اللي كانت عيونهم متغطية وما يعرفوا أي شيء غير أنهم رايحين لبيت الشيخ محجوب. طبعا عرفوا أنهم رايحين لبيت الشيخ محجوب من كلام العساكر، فجلسوا يتكلموا العساكر من بعض أنه أوكي يلا خلينا نوديهم بيت الشيخ محجوب نشوف إيش يقول فيهم. وبالفعل وصلوا الشباب وهم مربطين لبيت هذا الرجال المدعو بالشيخ محجوب، وهم جالسين على الأرض فكوا الربطة من عيونهم، وكان الرجال قاعد يسألهم واحد واحد عن أساميهم وأماكن عملهم. في نفس الوقت في واحد من العساكر كان يصورهم. بعدها أعطى أمر الشيخ محجوب للعساكر إنهم يطلعوا الأسرى هذول كلهم من البيت. بالفعل طلعوهم كلهم وقاعدين يمشوا فيهم مسافة طويلة ما هم عارفين إيش راح يسووا فيهم، إلى ما وصلوا مقابل نهر دجلة. جهزوا العساكر أسلحتهم حشقوها وبدأوا يطلقوا النار على كل الرجال وكل الشباب الموجودين على رؤوسهم، وكلهم يطيحوا 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 ويتساقطوا في النهر ويختلط ماء النهر بدم شباب ما لهم ذنب. كل واحد فيهم كان يشوف أخوه اللي جنبه يموت، كلهم من عائلة واحدة، وكان يستنى دوره يجي، فتخلصوا منهم كلهم. الحين أتوقع أغلبكم عرف من هذول المسلحين وإيش هدفهم بالضبط من كل هذا. لو تلاحظوا ذكرت في البداية أن القصة حصلت في 2006. طبعا هذه الفترة كانت فترة صعبة جدا على العراق بسبب الفتن والصراعات الطائفية وبسبب اختلاف المعتقدات الدينية وبسبب الحرب اللي كانوا هم يعيشوا فيها. يعني هذول عساكر ما هم قوات نظامية نهائيا، هذول كانوا قتلة مأجورين أو بصريحة العبارة إرهابيين، فقتلوا كل الموجودين. لما وصلوا العريس قال واحد من العساكر باستهزاء وقف وقفوا هذا بالذات لا تقتلوا جيبوه للشيخ. طبعا في هذاك الوقت وفي هذه اللحظة حس العريس أنه قاعد يحلم. أهله وأصحابه كلهم انقتلوا قدام عيونه، جثثهم كلها فوق بعض قدام عيونه وكلهم في النهر طايحين، وفوق هذا كله كان متوقع أنه هو كمان دوره بيجي وبيموت نفس موتتهم. بس ليش فكوه؟ ليش قالوا لا وقفوا؟ ايش معنى انا بالذات؟ ايش يبغوا منه؟ بعدها راح معاهم العريس لبيت الشيخ حطوه هناك، ورجعوا للمجموعه الثانيه اللي هم الاطفال، جابوا الاطفال كلهم مربطين لما وصلوا لنهر دجله مره ثانيه. تخيلوا اطفال كلهم قاعدين يطالعوا جثث اهلهم وهم مرعوبين، اللي ابوه ميت واللي اخوه ميت، وكانوا يترجوا الجنود تكفى الله يخليكم نبغى نروح لماما نبغى نروح لماما، اطفال خايفين. بس كعادتهم بدون اي رحمه اخذوا الاطفال كلهم اللي كانوا يصارخوا ويبكوا وربطوا في رجولهم حجر ثقيل ورموهم واحد ورا الثاني في نص نهر دجلة عشان يتأكدوا أنه هذا الحجر يغوص فيهم في النهر ويغرقوا كلهم حتى الموت. كان هدفهم هذول الكلاب أنه الأطفال يتعذبوا بأقصى درجات العذاب قبل ما يموتوا، ولما ظنوا أن الأطفال غرقوا وماتوا جابوا المجموعة الثالثة اللي هم الحريم. أخذوا الحريم واحدة وراء الثانية وهم مربطين، وكل واحدة كانوا يدخلوها جوة بيت الشيخ ويتناوبوا عليها كلهم بالاعتداء واحد وراء الثاني. يعني لك أن تتخيل أن الحرمة اللي قتلوا زوجها وغرقوا ولدها اعتدى عليها أكثر من 10 جنود وراء بعض. بعد ما خلصوا اعتداء عليهم كلهم راحوا للعروسة أخذوها واعتدوا عليها كلهم، وبعدها أخذوا المجموعة كاملة الحريم قدام نهر دجلة وخلوهم يشوفوا جثث أزواجهم هم مقتلين وميتين ودماءهم كل مكان منتشرة، وعرفوا أن عيالهم كلهم غرقوا، فجهزوا أسلحتهم وعشقوها وأطلقوا عليهم كلهم النار واحدة وراء الثانية لين ما جو عند العروسة اللي كانت منتظرة رصاصة الرحمة، لأن اللي صار فيهم بشع جدا. بس فاجأوها أنهم ما قتلوها، أخذوها لبيت الشيخ، يعني قتلوهم كلهم كل الموكب ما عدا العروسة والعريس. طب إيش السر بقائهم؟ ليش يبغوهم؟ هذول المجرمين أخذوا العروسة والعريس وقال لهم واحد من الجنود ترى ما قتلناكم مو رحمة فيكم ولا بحالكم، لا يا حبيبي انت وياها ترى بتلحقوا عائلتكم وأصحابكم وكل اللي جوا معاكم، بس إحنا ننتظر الشيخ المفتي محجوب يورينا الطريقة الشرعية لقتلكم. أخذوا العريس مع عروسته المسجد في منطقة الدجيل اسمه جامع بلال الحبشي، أول ما دخلهم للمسجد طيحهم كلهم على الأرض وربطوا يدينهم ورجلينهم. بعدها دخل قدامهم رجال ملتحي ينادوه هذول الجماعة باسم أبو ذيبي، فجو هذا العساكر قالوا رجال يا سعادة المفتي نريد فتوى على موت تحلل لنا نقتل هذول الكفار. أبو ذيبي هذا كان لهجته مصرية، فقال لهم يا سلام وهو أول مرة تحصل، فيقول لهم يا سيدي أنا بحتل لكم قتل الكفرة دول عشان تنصروا الحق. فأخذ العسكري سلاحه وجهه على رأس العريس، واحد ثاني وجه سلاحه على رأس العروسة، بس أبو ذيبي الشيخ حقهم قال لهم لا يا جماعة الخير لا مش كده، أنتوا كده بتريحوهم، لازم أول حاجة تعتدوا على الحرمة قدام زوجها وتعذبوهم بالبطيء وبعدها تقتلوهم وتشفوا صدور قوم المؤمنين الله يلعنكم. أباكم تعرفوا إنه هذول الكلاب ما يمثلوا لا دين ولا عقيدة ولا طائفة ولا بلد، هذول يمثلوا نفسهم المريضة، إنه كل الأديان والأعراف والمعتقدات ترفض هذا التصرف الحيواني اللي حتى ما يقبلوا شخص يعبد حجر ولا بقرة، فما بالك بشخص يدعي إنه يعبد الله عز وجل، والله عز وجل عظم الأنفس والأعراض. وصلنا إلى هنا، وحاول تجراس إنك تتمالك نفسك لأنه الجاي أعظم. أخذ العسكري أو بالأصح الإرهابي هذا عديم الدين
العروسة وهي مربوطة وزوجها كان مربوط، وقام يعتدي عليها قدام زوجها في المسجد. البنت كانت تحاول تتخلص منه وزوجها كان يصارخ ما يبغى يشوف زوجته بهذا المنظر وما يبغاهم يسووا فيها أصلا كذا، بس العسكري الثاني كان يحاول يفتح عيون العريس غصبا عنه عشان يشوف زوجته هو يتم الاعتداء عليها. الزوجة كانت تستنجد صارخ وسط ضحكات هذول الإرهابيين، كانوا يقولوا لها ترى ما حد سامعك مهما صرختي. بعد ما اعتدوا عليها سابوا جسدها مكشوف في المسجد وعليها أثار الاعتداء، وراحوا وجوا اليوم الثاني واعتدى عليها واحد ثاني قدام زوجها، واليوم الثالث نفس الشيء، واليوم الرابع والخامس، لين ما وصلوا 8 أيام على نفس هذا المنوال وهذا الاعتداء. يعني عذبوا العريس وعروسته 8 أيام صباح مساء بهذه الطريقة البشعة. جاء اليوم التاسع اللي قرروا فيه انهم يتخلصوا منهم، فجاب واحد منهم آلة حادة وجاء عند العروسة وصار يتفنن في تقطيع أجزاء من جسمها قدام زوجها، وهي كانت تصرخ. زوجها هنا صابوا الجنون من اللي قاعد يشوفه بزوجته. بعدها سابوها تنزف على أرض المسجد، وجاء دار زوجها اللي ما احتاجوا أبدا انهم يثبتوا او انهم يدركوا ولا أي حاجة، أصلا هو كان مستسلم له وما قاوم، كأنه كان يبغى يموت لأن الموت كان أرحم من التعذيب هذا كله اللي قاعد يشوفه. وبدأوا يقطعوا أجزاء من جسمه بالبطيء وكأنهم قاعدين يقطعوا لحم ويستمتعوا ويتفننوا فيه، لما نزفوا الاثنين وماتوا رحمة الله عليهم جميعا. نجي للجهة الثانية اللي هم أهل العروسين اللي كانوا في بغداد وما راحوا العرس ولا راحوا معاهم في الموكب، حاولوا يتواصلوا مع الناس اللي راحوا الموكب كانوا منتظرينهم في بغداد. إيش صار؟ ما رجعوا. أكثر من 70 شخص مننا ما رجعوا فجأة، لا رجال ولا حريم ولا أطفال ولا عروسة ولا عريس. راحوا لقسم الشرطة سجلوا بلاغ، وفي هذا الوقت كانوا يدوروا عليهم بس فص ملح وذاب، ولا في أي معلومة تدل عنهم، وما حد كان عارف تفاصيل هذه الجريمة نهائيا. عدت سنة، سنتين، 3 سنوات، أهلهم هنا بدأوا يأسوا إنه أكيد صار فيهم شيء في الطريق أو إنه منقطعوا على حدود وماتوا، لكن ربك يمهل ولا يهمل. إلين ما جت سنة 2011، كانت قوات عمليات بغداد مسوين حملة تفتيش روتيني جدا وإجراءات أمنية عادية. مر في هذا التفتيش واحد حسوا إنه ما هو مضبوط، لما سألوه بشكل عادي جدا الضابط هنا حس إنه هذا متوتر، كانوا مخبي شيء، فقال للضابط انزل من السيارة، وأعطى العسكر أمر بتفتيش السيارة كلها. أخذ جواله وكان يفتش الجوال، إلا ويشوف الصدمة اللي عمره ما توقعها. لقى فيديوهات غريبة الأشخاص، فتح هذه الفيديوهات لقى إنه هذه الفيديوهات لرجال مربوطين مقابل النهر وأطفال مرميين في النهر وقاعدين يغرقوا. فسأل الضابط هنا قال له إيش هذه الفيديوهات؟ من فين جبتها؟ فتوتر الرجال وما عرف إيش يسوي، فقال له الضابط ما تريد تحكموه؟ فأخذوه ولعنوا خير خير خيره لما خلوه يقول لهم كل شيء وبالتفصيل. فعلا ضربوه لما قرروا اخيرا انه يعترف بكل شيء. قال له ما اسمي فراس، احنا جماعه مسلحه من 34 شخص، وهذول اللي في الفيديوهات عيله كامله لقيناهم مارين من الطريق، لانه كنا زارعين في المنطقه متفجرات يدويه على طريق الدجال عشان نصيد الناس اللي يجوا من هذا الطريق الفرعي، فناخذ هذول الناس نختطفهم ونشوف المفتي ايش يامرنا واحنا ننفذ على طول. الضابط قال له يعني هذه اول عمليه لكم؟ راس المجرم سكت ونزل راسه ما قدر يتكلم لما أجبروه أن يتكلم غصبا عنه، فقال لهم هذه ما كانت أول عملية، إحنا نفذنا زي هذه العملية 14 عملية، ما في إلا لحظات يعترف المجرم بكل أفراد العصابة الإرهابية هذه، وتم القبض على 15 مجرم من أصل 34 شخص، ومنهم شيخهم محجوب اللي كان رئيس العصابة، وحكوا للشرطة كل الأحداث اللي صارت من وإلى. تم الحكم عليهم بالإعدام شنقا يوم 16/6/2011، يعني بعد 6 سنوات من المجزرة اللي هم سووها. بعدها سووا تمثال عروس الدجيل في العراق، والآن هذه الحادثة ما زالت تراود أهل العراق ويتم روايتها وكأنها فيلم رعب من بشاعة تفاصيلها. طبعا هذه القضية ما هي القضية الأولى ولا الأخيرة من نوعها، وذكرتني بقضية ثانية مشابهة بس هذه المرة مو في العراق، هذه المرة حصلت في الكويت وبالتحديد في منطقة الجهراء. بدت القصة الساعة 8:30 مساء، جت صار مفاجأة لرجال الشرطة، ألحقوا الموقع الفلاني في حريق كبير في أحد الخيم. وبالفعل راحت دوريات الشرطة لموقع البلاغ وتفاجأوا بهول ألزنة اللهب وأن الحريق مرة كبير وما يقدروا يطفوه بسهولة. اتصلوا بالدعم بالمطافي بالجو الدنيا، المطافي سيارات إسعافات، الحريق كان كبير لدرجة أنهم عجزوا يطفوه بسرعة، وجوة الحريق كانت أصوات أطفال وحريم ورجال ما في إلا بكي وصراخ. فهنا بعض رجال الأبطال من أهل الكويت كانوا يكبوا على نفسهم موية ويدخلوا وسط النار وسط ألسنة اللهب في نص الجثث المتفحم عشان ينقذوا اللي يقدر ينقذوه من زوجات أو أطفال، فالمحظوظ فيهم كان ينقذ زوجته أو ابنه. بعضهم نسي نفسه من الألم وهو داخل للنار، ومن هول اللي شافه تلاقيه شاف زوجته أو ولده متفحمين قدامه، فبالتالي فقد الإحساس بالمكان وفقد الإحساس بالألم، فالنار أكلته معاهم. بالفعل تم إنقاذ عدد من الناس والبقية من رجال وحريم وأطفال، جثثهم تحولت لرماد من الحريق. حاول الشرطة
الشرطة هنا والإطفاء أنهم يخمدوا النار، وبعد صعوبة جدا ودعم كبير تم إخماد النار. بس بعد إيش؟ بعد ما تم حرق معظم الموجودين وتفحم جثثهم. طبعا ساعدوا الشباب الشرطة في نقل المصابين والجثث من المكان، فلاحظوا الشرطة أنه في 3 جثث كانوا فوق بعضهم. تخيل منظر أنه 3 جثث متفحمة فوق بعضها. هذا أثبت للشرطة أنه هذول 3 كانوا ضامين بعض من الخوف، واشتعلت النار عليهم كلهم بنفس الوقت وأكلتهم. بعدها نقلوا جثة ثانية للحرمة كانت حاضنة طفلها عشان تحميه من النار وتفدي بجسدها، بس النار أكلتها وأكلت طفلها. طبعا امتلى المستشفى بشكل غريب بالمصابين، لدرجة أنه حتى الدكاترة والممرضين ما هم قادرين يسووا شيء. الوضع كان فوضى، فوضى عارمة. تخيل يجيك مئات المرضى دفعة واحدة وكلهم بين الحياة والموت، لأنه أقرب مستشفى للحادثة. حققت الشرطة هنا بتفاصيل الواقعة، هل الحريق هذا كان عرضي ولا بفعل فاعل؟ وقت انتشر خبر بأنحاء الكويت كلها وفي الخليج كله وفي الوطن العربي، وتأثروا الناس بالقصة بشكل كبير جدا. لما جاء سواق تاكسي، جاء لقسم الشرطة قال لهم يا حضرة الضابط أنا عندي اعتراف أو عندي شيء أبغى أقوله عن هذه القضية. قالوا تفضل، إيش اللي عندك؟ قال لهم في يوم الجريمة أو في يوم هذه الحادثة في حرمة ركبت معايا ووصلتها لنفس موقع الجريمة اللي هو في منطقة العيون، وأتذكر أنه أخذت معاها 2 كبار من البنزين، بس أنا ما اهتميت نهائيا إيش تبغى بعلبتين البنزين هذه. وبالفعل وصلتها لهذا المكان وأخذت فلوسي وكأنه ما صار شيء، ما كنت أعرف وش نيتها. فالضابط قال له طيب أنت ما تتذكر مواصفاتها، شكلها، شيء ممكن يفيدنا؟ السواق قال له لا والله حضرة الضابط إني ما أتذكر شيء، بس اللي أعرفه أنها كانت حرمة. الضابط أخذ رقم هذا الشاهد وعنوانه عشان يتواصل معاه أو يستدعيه إذا لقوا أي دليل. ومن هذا الكلام تأكدوا الشرطة إنه هذا الحادث إرهابي، فراجعوا ملف الجريمة من البداية، حاولوا إنهم يستجوبوا أهل العريس والعروسة، إيش الهرجة؟ كل أصحابهم استجوبوهم، وحتى اللي تم إنقاذهم من الحريق تم استجوابهم. فواحد من أقارب العريس قال صراحة يا حضرة الضابط العريس سمعته زينة والكل يحبه وما له أبداً أي عداوات، إلا خلافات شخصية مع زوجته الأولى من زمان، وإلى أن دحين ما زالت المشاكل هذه بينهم. شك الشرطي في الموضوع واستدعى زوجة العريس المقتول الأولى، كان اسمها نصرة، بالفعل حضرت. في البداية استجابوها، أنكرت صلتها وعلاقتها بأي شيء، قالت يا جماعة الخير ما لي صلاح، هو تزوج بسلامته خليه يروح يتزوج، بس مو لدرجة أن يكون اليد في الجريمة هذه. فقال الضابط خلاص أوكي استريحي برا شوية نكمل التحقيق بعد شوية. الضابط دق على الشاهد سواق التاكسي قال له الآن تحضر في القسم، وفعلا سواق راح لقسم الشرطة. أول ما شاف الحرمة قال للضابط بالضبط هذه هي اللي أنا وصلتها لمكان الجريمة. وجدت شاهدة ثانية كمان تشهد ضدها، كانت خدامة في واحدة من البيوت اللي جنب خيمة العرس، أول ما شافت نصرة أتذكرتها على طول، قالت إيه وهذه هي نفسها اللي طلبت مني ورق جرايد وكان في يدها علب بنزين وولاها. هنا طبعا اتحاصرت هذه نصرة على وضع الكماشة، انهارت الزوجة أنها انكشفت بسرعة في 2 شهود ضدها. فقالت للضابط أيوه أنا اللي أشعلت الحريق، بس ما كانت نيتي أني أقتل أحد نهائيا. العريس أوكي كان زوجي صح وعندي منه طفلين، انفصلنا عن بعض وكنت متأمل أنه يرجعني لذمته، لو مو عشاني عشان الأطفال اللي بيننا، بس فاجأني بخبر زواجه. وقتها أنا حسيت بغيرة وغضب، وكان غصبا عني اللي سويته، وما حسيت بنفسي ولا قدرت أسيطر على مشاعري، وحسيت أني لازم أخرب زواجه. وجت في بالي خطة الحريق هذا على أساس أنه الحاضرين بيشموا ريحة الدخان ويهربوا من المكان، وبكذا بكون أنا خربت الزواج. أنا كان في نيتي أني بس أخرب الزواج، ما كان في نيتي أني أقتل أحد، بس ما تخيلت الموضوع يوصل هالمواصيل. ضابط هنا يطالع فيها كذا ما أدري إيش يسوي لها، ما أدري إيش يقول لها. قال لها تعرف إنه غيرتك على طليقك تسببت بواحدة من أكبر المجازر البشعة اللي صارت في الكويت واللي بيذكروها أجيال قدام؟ هذه مو غيرة، مئات النساء والأطفال والرجال ماتوا بسبب غيرة مرأة على طليقها، مو مبرر أبدا اللي سوته. طبعا القصة هذه صارت في عام 2009 وتم تنفيذ حكم الإعدام على هذه الزوجة في عام 2017. وفي النهاية نقول الله يحفظنا ويحفظكم ويحفظ جميع المسلمين ويحفظ أهالينا واللي يعز علينا، وبكذا انتهينا من هرجتنا. لا تنسوا اللايك والاشتراك وفعل جرس التنبيهات، وأهم شيء صلي على الحبيب.